من هو أول من اخترع الصابون؟ لا يمكن التكهن بدقة عن الزمن الذي تم فيه اختراع الصابون، بالرغم من بديهية الأمر أن الصابون موجود منذ نشأة الحضارات البشرية. وصعوبة تحديد زمن اختراع الصابون تعود إلى أنه لا يحتاج لكثير من المواد لتصنيعه، وكل ما يحتاجه هو مادة قلوية مضافة إلى دهن أو زيت ليعطي منتج الصابون. فمن خلال النقوش المسمارية التي تعود إلى 5000 سنة للوراء أيام العصر السومري، تبين أنه كان يمزج غلي الرماد مع الدهن النباتي والحيواني لصنع طينة يمكن أن تقوم بعمل مادة التنظيف. وكما ذكرت صحائف الورق البردي أيام الفراعنة قبل حوالي 1500 عام قبل الميلاد، أن الصابون كان يتم تصنيعه بنفس الوصفة من المكونات بخلط الأملاح القلوية مع الزيت. يعد الصابون مادة ضرورية في حياتنا العصرية، حيث يمكن من خلاله المحافظة على أيدينا نظيفة وخالية من الأوساخ، خصوصا قبل تناول الأطعمة. فيمكن أن تتوفر مادة الصابون على هيئة بودرة يتم استخدامها لغسل الملابس، لذلك فهو يلعب دورا كبيرا في قتل البكتيريا المؤذية والتي قد تهدد حياتنا. صابون زيت الزيتون المنزلي. من فوائد زيت الزيتون أنه فوائده لا تعد ولا تحصى على صحة أبداننا، لهذا نرى تأثيره الإيجابي في مجال العناية بالبشرة، سواء إن تم استخدامه بشكل خالص أو ممزوج مع زيوت أخرى أو مع مواد أخرى لغاية تصنيع الصابون المنزلي ليساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم. ومن فوائد الصابون الذي يدخل زيت الزيتون في تكوينه هو المحافظة على رطوبة الجسم مع المحافظة على زيوت البشرة الطبيعية. كما يعتبر زيت الزيتون مادة إيبو ألرجيكية، أو هي مضادة للتحسس، كما يحتوي على مواد طبيعية في تركيبه. ويعتبر زيت الزيتون مادة مضادة للأكسدة، له رائحة جميلة، ويحتوي صابون زيت الزيتون على دهون نباتية وليست حيوانية تضر بصحة الإنسان. يحتاج صنع صابون زيت الزيتون لمبلغ زهيد ويدوم لفترة طويلة.